القادمة بإذن الله. طيب نروح مع حضراتكم من أخبار القلعة البيضاء لأخبار القلعة الحمراء، ونتوقف معكم عند خبر يمكن أثار ضجة كبيرة جدا بخصوص كهرباء، وطبعا بعد ما نادي الزمالك حصل على أنه هيتم توقيع عقوبة، أو أنه هو طبعا يعني خلاص يعني أموال طائلة ممكن أنه هو يحصل عليها من كهرباء. ولكن الأهم في الخبر ده هو إيه؟ الأهم انه في مصدر داخل النادي الاهلي اكد حاجه مهمه جدا في عقد كهربا قبل ما يروح للاعاره لفريق هاتاي سبور التركي. الخبر ده بيقول ايه؟ بيقول انه في بند في عقد كهربا بياكد انه كهربا هو اللي هيكون مسؤول عن سداد الغرامه الموقعه عليه من قبل نادي الزمالك، وبياكد عقد كهربا انه كهربا هو اللي هيتحمل تماما الغرامة المالية اللي توقعت عليه من قبل نادي الزمالك في حالة طبعا حكم نهائي، وبالفعل صدر الحكم النهائي بالغرامة المالية، وأكد المصدر أنه الغرامة هيتحملها كهربا. وكمان نادي الزمالك حصل زي ما حضراتكم عارفين على الحكم النهائي اللي بقول لكم عليه، هو بتغريم محمود كهربا لاعب الفريق الكروي الأول. كام المبلغ؟ هو مليوني دولار، 2 مليون دولار بالإضافة للفوائد كمان المالية. يعني مش بس اكتفوا بأنه كهربا هيوقع غرامة عليه ويدفع 2 مليون بس، لا كمان نشوف على مدار الفترات اللي فاتت الفوائد المالية كانت قد إيه. طبعا بعد انتقاله من القلعة البيضاء لنادي ديبورتيفو البرتغالي، وبعد كده بعدها من نادي ديبورتيفو البرتغالي انتقل للقلعة الحمراء. مشاهدينا أكيد للحديث بقية، فيبقوا دائما معنا على شاشات أون تايم سبورتس، وصباح أون تايم.